فيما يخص افتتاح البحر، اختير نقول اعلن افتتاح البحر اول تاريخ يفتتح فيه عادة يوم 1 شهر 7، ولاقط ابدا نعلن عنه 15 يوم ساوي ذاك ولا 16 يوم، لان التحريات ما زالت جارية قرش، وبالتالي نعلن عنه دائما في العشر الاواخر من شهر يونيو اذا كان الافتتاح يوم 1 جوي، وبالتالي ما في عجل عليه. فيما يخص الماء فعلا الانتاج، الكمية اللي يتم انتاجها على مستوى نواذيبو ما تكفي تماما لسد حاجيات نواذيبو، سواء حاجياته السكنية ولا الحاجيات الاصطناعية بالنسبة للمصانع، والعمل قائم على بحر جهر آبار جديدة على مستوى منطقة بولنوار، وفي نفس الوقت ملع لمستوى تحلية الماء البحر.